الرئيس السيسي يوجه بتطوير آليات الترويج للفرص المتاحة للاستثمار. الجيش السوري يعلن مقتل شخص جراء هجوم صاروخي إسرائيلي على موقع عسكري بمحافظة القنيطرة. أمير الكويت يؤكد أن التطورات الجارية في المنطقة تتطلب الحذر واليقظة. بعد منتصف الليل هذا موجز الأهم الأنباء من إكسترا نيوز. أسعد الله أوقاتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير آليات الترويج للفرص المتاحة للاستثمار خاصة في إطار المشروعات القومية الكبرى. وشدد الرئيس خلال اجتماعه برئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة الاستثمار سحر نصر على ضرورة تطوير آليات الاستثمار في مشروعات دعم القدرات البشرية والتدريب والتأهيل، وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي ترتكز على الاستثمار المتكامل في الإنسان باعتباره العامل الحاسم في ازدهار وتقدم الأمم. كما وجه الرئيس السيسي بتعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدمج المشروعات في الاقتصاد الرسمي وتوفير المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والارتقاء بمستوى المعيشة خاصة للشباب. كذلك خلال اجتماع الرئيس برئيس الوزراء ورئيسة الجهاز التنفيذي لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيفين جامع. وقد أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي لأن الرئيس وجه أيضا بالاستمرار في جهود تطوير دور الجهاز لدعم نشاطه في مجال تحفيز ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار ومساعدة الراغبين في إقامة مشروعات ذات قيمة مضافة تعزز من نمو الاقتصاد الوطني، فضلا عن تنظيم برامج تدريبية تهدف إلى تطوير قدرات الشباب وتساعدهم على إقامة المشروعات. أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان أنه لا مشكلة لديها مع المؤسسة العسكرية، مؤكدة حرصها على وجود قوى سودانية أخرى بشرط عدم مشاركتها في النظام السابق. وأكدت القوى أنها ستلجأ للعصيان المدني والتصعيد في حال تم رفض مطالبها، مشيرة إلى أن هذه المطالب تمثلت في الرئاسة للمدنيين بالمجلس السيادي. جدير بالذكر أن قوى إعلان الحرية والتغيير أعلنت في وقت سابق من أمس أنها ستنفذ إضرابا عاما اليوم وغدا. أعلن التلفزيون السوري الرسمي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوما صاروخيا على أحد المواقع العسكرية بريف محافظة القنيطرة، مضيفا أن العدوان أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر. وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته قصفت مضادات جوية تابعة للجيش السوري استهدفت إحدى المقاتلات الإسرائيلية على حد زعمه. قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن التطورات في المنطقة تتطلب اليقظة والحذر. وفي كلمته بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم شدد أمير الكويت على ضرورة تجنب الحروب مع أهمية نشر ثقافة التسامح والسلام، مستنكرا دعوات الكراهية التي تشوب مواقع التواصل الاجتماعي. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي شدد منذ فترة طويلة على أن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية. وأضاف ظريف في تغريدة له على موقع تويتر بأن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة تضر بالشعب الإيراني. على جانب آخر أعلن مسؤول بالخارجية الإيرانية أن بلاده ترحب بالحوار مع أي من دول الخليج لإيجاد ما أسماها علاقات متوازنة. ختام الموجز دوما بإمكانكم متابعة المزيد عبر extranews.tv. إلى اللقاء بإذن الله.